أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ارتباط القاهرة ومقديشيو ارتباطا عميقا في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية. وثمن الرئيس الصومالي الجهود المصرية المستمرة لدعم الصومال خاصة في المجالات الأمنية والخدمات الاجتماعية. مصر والصومال كان يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة الاقتصادية والأمنية وكذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية، ولا زال هناك مدارس قد أشادتها مصر في مقديشو وفي الصومال وفي مناطق أخرى في الصومال، وهناك كذلك رموزا لازال هناك رموزا تدل على علاقتنا هناك. فإن الصومال الصعاب والمشكلة التي تواجهها على مدار العقود الثلاث الماضية وعلى مدار 30 عاما الماضية كانت مصر معنا لكي تكفل عودتنا إلى لتبوء موقعنا الصحيح في هذا المجال. لا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة. سيدي الرئيس، أنني ممتن للدعم الكبير المقدم لنا فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية.